قال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات في الامم المتحده اليوم ان الزلزال المدمر الذي وقع في جنوب تركيا وشمال غرب سوريا هو اسوا حدث تشهده هذه المنطقه في مئه عام واشاد جريفيث خلال افاده صحفيه في اقليم كرهمان كهرمان مرعش التركي باستجابه تركيا للكارثه ووصفها بانها استثنائيه وعبر عن امله في ان تصل المساعدات في سوريا الى المناطق السوريه كلها لكنه قال ان الامر لم يتضح بعد